مدبولي يستعرض جهود الدولة في دعم السلع والمنتجات ويكشف عن تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. روسيا تتهم لندن وواشنطن بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام أسلحة غربية في قصف مناطق مدنية. والمفوضية الأوروبية تخفض من تقديراتها للنمو في منطقة اليورو بسبب الحرب في أوكرانيا. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم وكل عام وحضرتكم بخير. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن العالم يعاني من تداعيات كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم. وفي كلمة له من مدينة العالمين أضاف مدبولي أن الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين. حريصين على التواجد مع في وسط جموع المواطنين ونسمع لكل آرائهم ومشاكلهم ونشوف إيه اللي ممكن نقدر نعمله علشان نقدر نحل ونواجه التحديات الغير مسبوقة اللي بتواجهها مصر زي كل دول العالم النهاردة في الأزمة العالمية الكبرى اللي احنا موجودين فيها واللي بنعاني منها، واللي أعتقد أن كتب التاريخ كلها تذكرها كما ذكرت من قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. احنا بنمر بقالنا أكتر من سنتين بظروف استثنائية، يعني الحقيقة العالم كله بيمر بيها بدءا من جائحة كورونا، وبعديها طبعا بدأت موجة التضخم العالمي من نتيجة لاضطراب سلالس الإمداد والتوريد اللي حصلت في نهاية العام 21، وبعد كده يعني طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدأت من نهاية شهر فبراير الماضي واللي ليها التداعيات الكبيرة جدا 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 اللي العالم النهاردة بيعاني منها، وحضراتكم كلكم شايفين ومتابعين موجات التضخم الغير مسبوقة اللي بيواجهها العالم بقالها أكتر، يمكن دي أعلى وأكبر وأضخم موجة تضخم دول العالم بتواجهها منذ أكتر من 50 سنة. وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولار، أوضح رئيس الوزراء أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا. مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي، احنا عندنا جزء بننتجه ونصدره، ولكن أيضا بنستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا بإجمالي حوالي 100 مليون برميل سنويا. فده طبعا رقم كبير جدا، ولنا أن نتخيل إن الموازنة العام الماضي اللي هو عام 2021-2022 اللي هو انتهى في 30/6 الماضي، كانت الموازنة محطوطة على أساس إن سعر البرميل من البترول 60 دولار. دي كانت الموازنة بتاعتنا محطوطة بهذا الشكل، وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلا كان موجود على مدار الفترة السابقة. في وقت ما عملنا الموازنة كان هو ده السعر التقديري اللي موجود، واللي احنا كلنا طبعا كنا شايفين ان هو ده اللي هيبقى مرشح للاستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30/6 الماضي. وبالتالي انا عايز اوضح هنا نقطة مهمة جدا، ان احنا منذ بدأنا موضوع الاصلاح الاقتصادي وبدأنا تطبيق آلية التسعير التلقائي كنا نجحنا فعلا بنهاية 2020 وبدايات 21 إن إحنا تقريبا ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية، بخلاف فقط أنبوبة البوتاجاز اللي هي دائما طبعا في دعم كبير من الدولة ليها، وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جدا. وقال رئيس الوزراء إن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن مصر واحدة من 10 دول على مستوى العالم الأرخص في تسعير السولار. بالرغم من الزيادة اللي حصلت امبارح، ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم، وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص 20 دولة على مستوى العالم. ومبارح أنا يمكن يعني تابعت بنفسي النقاش اللي حصل
ان يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا احنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام، لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد، وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع. لكن هناك حقيقة لا جدال فيها، مصر من أرخص دول العالم، من أرخص 10 دول في تسعير السولار. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إذا بصينا على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، إحنا عندنا العكس في مصر. لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء، لأنه هو متواجد عندنا بظروف مصر، السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا، هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروباصات وبيشغل وسائل النقل العام، بيشغل المواتير بتاعة المية والجرارات الزراعية. فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري. وأكد مدبولي أن مصر حريصة على دعم الخبز رغم الارتفاع الجنوني في سعر القمح عالميا، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الرغيف وتتحمل 20 مليار جنيه إضافية على دعم الخبز بسبب فارق أسعار القمح عالميا. كنا حريصين على استمرار دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني اللي حصل في سعر القمح على مستوى العالم. عشان بس نبقى عارفين إحنا كمصر بنستهلك قد إيه، مصر بتستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم، بنقترب في السنة من 100 مليار رغيف. طب احنا طبعا كلنا عارفين ان سعر الرغيف المدعم قبل زيادة القمح، احنا كنا بنشتري القمح من سنة كان سعر متوسط سعر الطن 260 دولار، الفترة السابقة وصل سعر الطن ما يقرب من 500 دولار. لكن خلينا ناخد المتوسط، احنا كان تكلفة رغيف الخبز علينا قبل ما تحصل هذه الأزمة كان تكلفته على الدولة بستين قرش، وكانت الدولة بتبيعه بالخمس قروش. النهاردة طب تكلفة الرغيف قد ايه؟ وصلت النهاردة مع زيادات القمح 80 قرش، لكن ما زالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر اللي هو موجود والنهاردة متاح. انا بس حسبة بسيطة، لو بنتكلم في 100 مليار رغيف في السنة وبنتكلم في 20 قرش فرق زاد تكلفة من 60 قرش ل 80 قرش، ال 20 قرش دول يعملوا 20 مليار جنيه إضافية على الدعم اللي موجود بالفعل للخبز. كما أكد مدبولي استمرار الدولة في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار. وكشف مدبولي عن وجود تكليف من الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة أخرى لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم عرضها على الرئيس لتوسيع قاعدة المستفيدين. احنا كنا حريصين لما حصلت الأزمة ان احنا ناخد بعض الخطوات، وكانت توجيهات فخامة الرئيس للحكومة ان احنا ناخد خطوات إضافية لموضوع الحماية الاجتماعية. حضراتكم عارفين بكرنا موضوع زيادة المرتبات والمعاشات، بدل ما كانت هتبدأ تطبيقها من 1/7 بدأناها من 1/4. الكلام ده كلف الدولة قد ايه في الثلاث اشهر دول لزيادة المرتبات والمعاشات؟ ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية زودناهم وحطناهم في موازنة العام الماضي اللي فات واستوعبناهم علشان برضو نساعد المواطنين في مواجهة التضخم اللي العالمي اللي العالم كله ابتدى كان يعاني منه ويواجهه. السنة دي مخصص ضمن موازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات اللي بيستفيد منها النهاردة أكتر من 10 مليون مستفيد من مواطنين المصريين. النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لأن احنا نزود 450 ألف أسرة جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة. وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها، الحقيقة كان في توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة إن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية، واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وإن شاء الله هنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة. وأضاف مدبولي أن الحكومة سوف ترفع الإعفاء الضريبي هذا العام بحيث من يتقاضى 2500 جنيه شهريا كراتب لا يدفع الضرائب. من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضا إن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بحيث إن المواطن اللي دخله
مرتبه 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب، بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو اللي ما يدفعش. فاحنا ان شاء الله مع الاجراءات التشريعيه اللي هتكتمل هيبقى بيزيد حد الاعفاء الضريبي، بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن، وبالتالي ده كله بيتيح مره اخرى اليه للتسيير على المواطنين. الحقيقه في مجال توفير السلع الاساسيه ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حضراتكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوق في أسعار كل السلع، الدولة المصرية بتبذل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وده اللي الحمد لله بفضل الله وكرمه قادرين أن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلعة، سواء القمح، زيت الطعام، كل السلع الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط 6 أشهر مخزون استراتيجي، وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل، على الأقل بنبقى ضامنين إن لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايماً على أن هذا المخزون اللي هو 6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهرا. وأشار مدبولي إلى أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيز ووسائل النقل الجماعي والعام. وفيما يتعلق بالسيارات
خيارات النقل الخضروات والفاكهة. أكد مدبولي ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا على زيادة تكلفة السعر في السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في 1000. وحذر رئيس الوزراء من زيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسة، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 29 طنا. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 11 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 513 قضية، من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و 134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 31 طن أقماح محلية. إلى القاهرة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج. وتم تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين وتفويجهم إلى مطار القاهرة بقية الحجاج، كما توفر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة منذ خروجها من الغرف وحتى استلامها في مقرات الوصول. جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية لرعاية حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم لأرض الوطن بعد انتهاء مناسكهم. وفي ضوء تلك الجهود أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 21422 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج،
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 31 حالة، خرج منهم 24 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 7 حالات فقط. بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية في استقبال طلبات إصدار تأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأوضحت الوزارة أن موسم العمرة سيبدأ في 30 من يوليو الجاري، ويمكن للمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة من خلال موقعها الرسمي، إضافة إلى إصدار التصاريح لمعتمري الداخل عبر تطبيق اعتمرنا ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حل الدولتين أفضل السبل لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد. وأضاف بايدن أنه سيواصل العمل من أجل سلام دائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم يوم الاثنين زيارة رسمية لفرنسا، وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن بن زايد سيبحث مع نظيره الفرنسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، كما سيناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات رفيعة المستوى على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن زيارة رئيس مجلس القيادة تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، كما سيعرض الموقف الرسمي من مبادرات السلام والجهود المطلوبة لدفع قوات الحوثي للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لإحياء العمليات السياسية في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث انتقدت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وبريطانيا لمساعدتهما أوكرانيا بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام السلاح الغربي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن واشنطن زودت كييف بمدربين يساعدون قواتها على استخدام أنظمة هيماس الصاروخية، مشيرة إلى أن واشنطن أرسلت سرا مدربين إلى أوكرانيا لمساعدة قواتها في تعلم كيفية استخدام الأسلحة الجديدة وتوجيهها، ما أدى إلى قصف أهداف مدنية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا. كما انتقدت زاخاروفا قرار بريطانيا استخدام مئات من العسكريين الأوكرانيين إلى أراضيها للتدريب على الأسلحة. أعلنت أوكرانيا أن 3 صواريخ روسية سقطت على وسط مدينة فينيتسيا بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل وإصابة 25 آخرين. وقال قائد الشرطة أن الصواريخ أصابت مبنى إداريا وألحقت أضرارا بمبان سكنية قريبة، ما تسبب في حريق هائل امتد إلى مرأى بسيارات وأدى إلى احتراق عدة مركبات. هذا ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الأنباء حول قصف المدينة وسقوط ضحايا. ميدانيا دخلت قوات لوهانسك والجيش الروسي مدينة سيفيرسك ويعملان على تمشيطها لبسط السيطرة عليها. وأفادت رويترز أن المدينة ستكون خالية قريبا من القوات الأوكرانية، موضحة أن عمليات التمشيط جارية الآن.
قصفت القوات الأوكرانية نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال في ثاني هجوم هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا جنوب البلاد. ونقل المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب قولها إن الهجوم الجديد أسفر عن مقتل 13 شخصا، هذا ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية. بدورها نفت روسيا وضع أي عراقيل أمام تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقالت موسكو أنه لا يجب أن تكون هناك أي مشاكل أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، مشددة على ضرورة بدء العمل في إزالة الألغام التي وضعها الجانب الأوكراني بالموانئ. ما بين سعي موسكو لتحرير آخر أراضي دونباس وزيادة دعم الغرب لأوكرانيا ومدها بالأسلحة لإطالة أمد النزاع، تتواصل العملية العسكرية الروسية في كييف. وفي آخر التطورات الميدانية، اتهمت كييف القوات الروسية بقصف مدرسة في دونباس، فيما نفت موسكو أنها تستهدف المدنيين خلال عملياتها العسكرية. وفي إطار سعي روسيا لتطويق المدن التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني في مقاطعات دونيتسك، أرسلت موسكو تعزيزات عسكرية للضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية للمقاطعة. وفي ميدان القتال أيضا، دخلت قوات لوهانسك والجيش الروسي مدينة سيرفيسكا، حيث جرت عمليات تمشيط واسعة للمدينة لبسط السيطرة عليها. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من الجو. وفيما يتعلق بأزمة الحبوب الأوكرانية المحاصرة بالمواني، ما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقا في صوامع في ميناء أوديسا على البحر الأسود. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة من أجل التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إن جولة المحادثات الأخيرة بين موسكو وكييف تسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا التوصل لاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع المقبل. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تستخدم الغاز سلاح حرب. وأكد ماكرون أن بلاده وحلفائها عليها الاستعداد للتخلي عنه، وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسي. وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب، وأنهم يجب أن يستعدوا لسيناريو الاستغناء عن الغاز الروسي كليا. رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بإعلان الاتحاد الأوروبي الذي وضح الكيفية التي ستقوم بها الدول الأعضاء بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا فيما يتعلق بكالينغراد. وقال برايس إنهم يقدرون الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي تضم أو انضم لها حلفاؤهم في تطبيقها بما في ذلك ليتوانيا ضد روسيا. وفي بيان له أضاف برايس أنه يحيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ليتوانيا لفرضها إجراءات العقوبات بشكل كامل وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين إن الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا تمتد إلى العالم كله. وأضافت في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين، أضافت أنه لا مكان للمسؤولين الروس في اجتماع يعقد هذا الأسبوع لمجموعة العشرين صاحبة الاقتصادات الكبرى. ودعت يالين المجتمع الدولي إلى تحمل روسيا المسؤولية عن الحرب وتأثيراتها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي، مشددة على أنها ستواصل الضغط وبقوة من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، الذي قالت إنه سيساعد على خفض أسعار الطاقة والحفاظ على تدفقات النفط العالمية بعد سريان العقوبات الأوروبية.
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022-2023 إلى 2.6% و1.6% مقابل 2.7% و2.3% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا. وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% في 2022 وبنحو 4% عام 2023. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وكان المؤشر قد انخفض 1% أمس بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس، والتي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن عبر الهاتف الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين. ضيفي الكريم، بعد التحية، كيف ترى تخفيض المفوضية الأوروبية لتقديراتها للنمو بمنطقة اليورو بسبب أزمة أوكرانيا وتأثير ذلك الانخفاض على منطقة اليورو؟ يعني بالتأكيد هي خطوة من المفوضية الأوروبية لا تعكس المخاطر الكبيرة المتوقعة التي تنتظر منطقة اليورو، لذلك هي خطوة ما زالت يعني الخطوة الأولية ضمن سلسلة من الخطوات سوف تكون متوقعة خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع وضع اقتصادي سوف يكون خطير وفي غاية السلبية بالنسبة لمنطقة اليورو، انطلاقا من تراجع اليورو إلى المستوى الأدنى له لعشرين عاما، وكذلك أيضا انطلاقا من كون الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في خطه لرفع نسب الفائدة، ولذلك انعكاسات خطيرة جدا في ارتفاع قيمة الدولار، وطالما أن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية بالنسبة للسلع الأساسية وفي مقدمتها النفط، لذلك مثل هذه الخطوات المتوقعة من قبل الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سوف ترفع مستوى التضخم المرتفع حاليا. بالتأكيد مثل هذا الوضع سوف ينعكس بتبعات اقتصادية خطيرة جدا خاصة بالنسبة لمنطقة اليورو، لأن البنك المركزي الأوروبي سوف يرى نفسه مضطرا ومرغما للتخلي، وقد تخلى أخيرا عن برنامجه لشراء السندات والقيام بأول خطى في رفع نسب الفائدة في منطقة اليورو خلال هذا الشهر، وهناك توقعات بأنه سوف يقدم على الخطوة التالية في شهر سبتمبر المقبل، ما يشير بوضوح إلى أن الدول التي تعاني من ارتفاع كبير في مستوى المديونية ضمن منطقة اليورو وفي مقدمتها إيطاليا التي تعاني من مستوى يزيد عن 150% من ناتجها الإجمالي المحلي، بالتأكيد مثل هذا الواقع يذكرنا بأزمة الديون الأوروبية في عام 2012 والتي واجهت من خلالها خمس دول التي تعرف بدول الحافة متاعب اقتصادية كبيرة جدا، وكادت البعض منها أن تعلن إفلاسها كما شهدنا بالنسبة لليونان. مثل هذا السيناريو مرجح جدا أن يستعاد في منطقة اليورو، ولكن بوتيرة أخطر بكثير، لأن هذه المرة سوف تتزامن مع حال من التراجع في مستوى النمو كما أشارت إليه المفوضية الأوروبية، ولكن إشارتها ليست واقعية، يعني تراجع مستوى النمو سوف يكون أكبر بكثير من التوقعات التي أصدرتها، لذلك المشهد هو في غاية السوداوية بالنسبة لمنطقة اليورو طالما أن البنك المركزي الأوروبي تخلى عن برنامج شراء الديون، لذلك أزمة الديون الأوروبية سوف تظهر من جديد. نعم، في سياق ذكرك تحديدا ضيفي الكريم لإيطاليا، هل تراجع الأسهم اليوم على خلفية المخاوف يعقم من الأمور أكثر وربما يؤثر على الاقتصاد أو الجلسات القادمة لبحث الاقتصاد الإيطالي؟ نعم بالتأكيد، يعني إيطاليا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم،
وعندما تعاني إيطاليا من مستوى مديونية يزيد عن 150% من الناتج الإجمالي المحلي، يعني إلى الآن إيطاليا تمكنت من تجنب الأزمة المتوقعة انطلاقا من البرنامج المكثف الذي اعتمده البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات، وكذلك أيضا انطلاقا من الميكانيكية التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على ديون دول منطقة اليورو ضمن برنامج الإنقاذ الأوروبي. هذا يعني واقعيا بأن ديون دول منطقة اليورو، خاصة دول ما تعرف بدول الحافة، لم تصبح ديون سيادية. يعني البنك المركزي الأوروبي خفف من وطأ هذه الديون، ولكن قدرته للاستمرار في تخفيف وطأ هذه الديون قد تبخرت حاليا مع ارتفاع مستوى التضخم والتوقعات في تراجع النمو، وكذلك أيضا تخليه عن برنامج شراء السندات. لذلك حاليا المخاطر كبيرة جدا بالنسبة لإيطاليا، لأن إيطاليا يمكن أن نتساءل بشكل واضح من يمكن أن ينقذ إيطاليا. يعني إيطاليا كاقتصاد أكبر بكثير من الاقتصاد اليوناني، واليونان واجهت تحديات كبيرة جدا في برنامج إنقاذها من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كذلك أيضا هناك مخاطر كبيرة بالنسبة لإيطاليا، لأن إيطاليا مقبلة على انتخابات في شهر أبريل نيسان المقبل، وهناك يعني توقعات في حال استمر الوضع الاقتصادي المتردي والتوقعات بأنه سوف ينتقل إلى ما هو أسوأ، لذلك يمكن إيطاليا أن تنتقل إلى اليمين المتطرف. حينها يعني حينها السيناريو سوف ينتقل إلى ما هو أخطر بكثير من الاقتصاد. يعني حينها يمكن أن تخرج إيطاليا من منطقة اليورو كليا. طيب في عجالة سريعة ويعني وعذرا لضيق الوقت ضيفي الكريم، وعودة إلى خطوة المفاوضات الأوروبية في خفض تقديراتها لمنطقة اليورو، هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المتتالية التي تتوقعها تأثيرها على ما يتعرض له العالم حاليا من أزمة في أسعار الغذاء؟ نعم، يعني كل ذلك مرتبط مع الظاهرة التي تواجه الاقتصاد العالمي ككل، المرتبطة بارتفاع مستوى التضخم. ولكن دعني أوضح بأن كذلك أيضا الدول والتكتلات الاقتصادية لديها مقوماتها الاقتصادية التي تجعل من هذه الظاهرة أكثر خطورة بكثير. يعني منطقة اليورو هي بالتأكيد تكتل اقتصادي معرض لمخاطر اقتصادية كبيرة جدا بسبب ارتفاع مستوى التضخم. نعم. كذلك أيضا دول، إذا انتقلنا في حديثنا لتجارب دول معينة. نعم. يعني عذرا لضيق الوقت ضيفي الكريم، ولكن اتضحت الصورة. الخبير في الاقتصاد السياسي الأستاذ أحمد ياسين، كنت معنا هاتفيا من لندن، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد. واصل الدولار ارتفاعه ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين، ويقترب من التعادل مع اليورو. ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% هذا العام. قال مسؤولون في قطاع الطاقة أن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف 3 مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي. من جهتها دعت شركة كيمتنس الحكومية إلى تقديم المساعدة للأسر متوسطة الدخل مع وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة، محذرة في الوقت نفسه من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب تكاليف الطاقة. وكان وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك قد رفض دعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، قائلا إن الدولة لا يمكنها تعويض الأسعار المتزايدة بالكامل، وإن محاولة القيام بذلك سترسل إشارة خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة. تعهدت الإمارات باستثمار 2 مليار دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط. وأوضح بيان أن المجمعات ستقوم على تكنولوجيا مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل. وتابع البيان أن مؤسسات القطاع الخاص ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات.
أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية ارتفع 2.3% في يونيو بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والنقل. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 4.4% والنقل 2.5%، وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق. دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم إلى الاستمرار في تعزيز استخدام التدابير الوقائية الفعالة على المستوى الفردي للحد من انتقال العدوى. جاء ذلك خلال الاجتماع 12 للجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية بشأن جائحة كورونا، وطلب أدهانوم بعودة ارتداء الأقنعة والالتزام بالمسافة والبقاء في المنزل عند المرض وغسل اليدين بشكل متكرر وتجنب الأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة وتجنب الأماكن المزدحمة وتحسين تهوية الأماكن الداخلية من أجل تقليل انتقال العدوى وإبطاء التطور الفيروسي، وذلك بعد تزايد إصابات كورونا في معظم دول العالم. Second, surveillance has reduced significantly, including testing and sequencing, making it increasing. حذرت اليابان من تفشي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، قالت إنها تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد. ودعت السلطات اليابانية المواطنين إلى توخي الحذر بشكل خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع والعطلات المدرسية الوشيكة. شهدت اليابان في الآونة الأخيرة ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل هذا العام، حيث سجلت العاصمة طوكيو 16,878 إصابة جديدة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بينما تجاوزت الإصابات على مستوى البلاد 90,000. أما في الصين، قالت حكومة مدينة شنغهاي إن المدينة سجلت 42 إصابة جديدة بدون أعراض بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 5 إصابات ظهرت عليها أعراض هذا، ولم ترصد المدينة إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي. كما لم تسجل شنغهاي وفيات جديدة مرتبطة بمرض كورونا في 13 من يوليو، لتظل الحصيلة دون تغيير عن اليوم السابق. أعلنت الحكومة النيوزيلندية توفير كمامات مجانية واختبارات فحص سريعة لفيروس كورونا. يأتي ذلك في محاولة من السلطات للحد من انتشار كورونا وتخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد. وسجلت نيوزيلندا قفزة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس خلال أسبوعين، وتتوقع السلطات أن تكون هذه الموجة التي ينتشر بها المتحور أوميكرون أسوأ من الأولى، ويعاني نظام المستشفيات بالفعل من زيادة أوقات الانتظار وإلغاء العمليات الجراحية. وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA على لقاح شركة نوفافاكس ضد فيروس كورونا، وسيكون اللقاح متاحا للبالغين ممن تبدأ أعمارهم من 18 عاما، ويعتبر هذا اللقاح هو الرابع داخل الولايات المتحدة لكوفيد-19، وسيكون متاحا على جرعتين. أعلن حزب المحافظين البريطاني أن 6 مرشحين ما زالوا في المنافسة على منصب رئيس الوزراء بعد الجولة الأولى من التصويت. وأفاد الحزب أنه تم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت من السباق. المزيد نتابع مع بعض. We'll be right back.
قررت الحكومة السريلانكية فرض حظر للتجوال في العاصمة كولومبو وضواحيها حتى الخامسة صباح الغد، كما تم نشر جنود في محيط مبنى البرلمان لتأمينه تحسبا لوقوع مزيد من الاحتجاجات. كان المتظاهرون قد غادروا المباني الحكومية التي اقتحموها بعد أن صرح رئيس البرلمان بأنه يبحث عن خيارات قانونية للنظر فيها منذ أن غادر رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا البلاد دون تقديم خطاب استقالته. من جهة أخرى، أكد الجيش السريلانكي أن محتجين اعتدوا على جنديين خلال الاحتجاجات بالقرب من البرلمان واستولوا على بندقيتين هجوميتين مع ذخيرة. وقال المتحدث باسم الجيش إن 16 جنديا على الأقل أصيبوا خلال الاشتباك مع المتظاهرين ويتلقون العلاج في مستشفى الجيش. شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا في 14 يوليو من كل عام. هذا وقام ماكرون بتفقد كل الوحدات العسكرية المشاركة في هذا العرض من أعلى جادة الشانزليزيه عند قوس النصر. أجرت اليابان تدريبات مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة فوق المياه القريبة من أراضيها شملت 52 طائرة. جاءت مساهمة اليابان ب20 طائرة مقاتلة، فيما تم استخدام 29 مقاتلة وطائرتين حربيتين من سلاح الجو الأمريكي خلال التدريبات التي جرت فوق بحر اليابان والمحيط الهادئ وبحر الصين الشرقي. وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديل تشريعي يستهدف مراقبة التوجهات العنصرية في الهيئات الحكومية. وركز المشروع التشريعي على توجهات الحركات العنصرية في الهيئات ذات الطابع الحكومي، وقد تم إيداع التعديل ضمن قانون الهيئات الوطنية الدفاعية وقوبل بدعم من الأعضاء الديمقراطيين بينما عارضه الجمهوريون في مجلس النواب. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة قررت إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق جينسو آبي الذي توفي إثر إطلاق النار عليه خلال كلمة له في تجمع انتخابي بمدينة نارا غربي اليابان. وفي تصريحات صحفية أضاف كيشيدا أن شينزو آبي كان يستحق جنازة رسمية بسبب مساهماته الكبيرة لليابان، بما في ذلك الجهود المكثفة للتعافي من أثار زلزال تسونامي في مارس 2011 والذي تسبب في أسوأ حادث نووي منذ تشيرنوبل، وأيضا مساهمته في إحياء الاقتصاد الياباني والتحالف مع الولايات المتحدة. ومن المقرر إقامة الجنازة في الخريف. كشفت وكالة رويترز عن تعطل خدمة موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم في أول خلل من نوعه منذ فبراير وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمة الإنترنت. وذكر موقع داون ديتكتر الذي يتتبع حالات انقطاع خدمة الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمة منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر. أكدت السلطات الفرنسية احتراق نحو 4000 هكتار من الغابات بسبب استمرار الحرائق الناجمة عن موجة الحر في إقليم جراند الفرنسي. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت حالة الطوارئ في 7 مقاطعات في الجنوب الغربي لفرنسا ووادي الرون السفلي بسبب موجة الحر. أعلنت شنغهاي للمرة الثالثة هذا الصيف حالة التأهب القصوى بسبب موجة حارة شديدة قد تؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية. وأصدرت المدينة تحذيرا باللون الأحمر، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية على الأقل خلال 24 ساعة المقبلة. وشهدت المدينة موجة حر شديدة ارتفعت خلالها درجات الحرارة إلى 41 درجة، وهو ما يعادل الرقم القياسي المسجل في أواخر يوليو 2017. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها.
مدبول يستعرض جهود الدولة في دعم السلع والمنتجات ويكشف عن تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. روسيا تتهم لندن وواشنطن بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام أسلحة غربية في قصف مناطق مدنية. المفوضية الأوروبية تخفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022-2023 بسبب الحرب في أوكرانيا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.